القرآن الكريم أعزائي بشكل واضح يشير إلى أن الله، وهي أعظم آية كما ذكرت الروايات أيضا هذا وهو واضح، وهي قوله تعالى لخاتم الأنبياء: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعلى مقام وصل إليه خاتم الأنبياء والمرسلين هو هذا المقام في القرآن الكريم. إذا تبحثون عن أعلى مقام بلغه الخاتم في قوس الصعود فهو ما أشارت إليه ماذا؟ هذه الآية. الله سبحانه وتعالى بدل من أن يكون العبد بصدد أن يرضى الله عنه، الله جعل من نفسه أن يفعل فعلا أن يرضى عنه ماذا؟ عبده. ولسوف يعطيك ربك، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل نفسه في أي مقام؟ ها؟ في مقام أن يرضي عبده، أن يرضي عبده. بعد أكون مقام أعلى من هذا المقام؟ مقتضى القاعدة هو أن العبد لابد أن يرضى الله ماذا؟ عنه. هنا الله يريد أن يرضى عنه ماذا؟ عبد. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الضحى، التفت جيدا، شوفوا هنا عظمة ما أعطي. ولن تجدوا في القرآن الكريم آية أخرى بيّنت هذا العطاء، ما الذي أعطاه حتى يرضى الخاتم عن الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم لا توجد لفظة الإعطاء إلا في قوله إنا أعطيناك الكوثر. شوفوا يعطيك هنا شنو يوجد؟ ها؟ عطاء، يعني لكي ترضى ولكي تصل إلى مقام الرضا أعطيناك ماذا؟ أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ ها؟ هسه هنا بعض الروايات، بغض النظر عن الروايات، لا إشكال أن من أوضح مصاديق الكوثر، ما أقول أن الكوثر يعني اسم الزهراء سلام الله، أبدا أبدا، لا لا، مو هذا كلام مقصودي، مقصودي من أوضح مصاديق الكوثر الذي أعطيه رسول الله وماذا؟ نسله الطاهرة في سيدة نساء العالم. بأي قرينة؟ بقرينة الآية مرتبطة بالنس، إن شانئك هو الأبتر، واضح شأن النزول مرتبطة ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى، خلي ذهنكم يمي، خلي ذهنكم يمي، في مجتمع كانت الثقافة فيه أن البنت إذا ولدت للإنسان كان شرفا لو كان عارا، ها، من سوء ما بشر به، فكان ماذا يفعل أعزائي؟ ها، يدسها في التراب، بل يقتلها حتى يتخلص من عارها. الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجعل نسل خاتم الأنبياء لا يكون إلا من أنثى لا من ذكر. وأي عظمة أعظم من هذا من في مقام الأنثى؟ تقول لي سيدنا هذه مختصة بفاطمة، من قال لك هذا؟ نعم، سيدتهم ماذا؟ فاطمة، ولكنه هذا يريد أن يبين لنا عظمة من؟ ها؟ عظمة الأنثى، عظمة المرأة. وإلا الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يجعل نسل خاتم الأنبياء والمرسلين أن يجعله ماذا؟ من الذكر مولانا، كما هي القاعدة العامة، ولكن أبى الله وأبت حكمته إلا أن يبين عظمة الأنثى وعظمة المرأة وعظمة النساء من خلال أنه لم يجعل نسله صلى الله عليه وآله إلا ممن؟ إلا من فاطمة. ولهذا تجدون الفخر الرازي عندما يصل إلى هذه الآية المباركة أعزائي، هواي عند بحث هواي قيم أعزائي في ذيل هذه الآية، يقول: الكوثر أولاده صلى الله عليه وآله.
قالوا لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثال هؤلاء. قلت لكم أبى الله إلا أن يجعل نسل خاتم الأنبياء إلى قيام الساعة ممن عن زائد، من الذكر لو من الأنثى، لا تقول من فاطمة، لأنه من تروح فاطمة تروح للاستثناء. أنا ما أريد أقول أن هذا استثناء، بل هو ماذا؟ بل هو لبيان عظمة موقع ماذا؟ موقع المرأة والأنثى في منظومة المعارف الدينية.